ثلاثة أسابيع تمر على انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الجزائر. سير العملية كان جيداً ولا أعراض جانبية للمواطنين الذين تم تلقيحهم، ما شجعهم على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح والعينة من المصلحة الاستشفائية بديار العافية بالعاصمة. نورمالمون عادي كي درناها نص ساعة قعدنا، يا بي ان بتي دوت باسكو مام حنا كنا مخلوعين وكامل. فينالمون سا سي تري بيان باسي، رحنا في الدار برومي جور جاتني شغل الرعادة هذيك، مي سي توجور على ميم اوغ فيغ 18 19 نوعا ما عيا برودة، ثم في الليل حمى بسيطة، واليوم الثاني نفس الشيء، اليوم الثالث تلاشى كل شيء. استدعاء وتذكير للمعنيين بضرورة تلقي الجرعة الثانية من اللقاح يكون بيومين قبل الموعد عن طريق الاتصال بهم هاتفياً، وفي حال تعذر عليهم الحضور فمدة الغياب لا يجب أن تتجاوز الأسبوع الواحد. اليوم عندنا التطعيم الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك في. هاد المرضى فاكسينيناهم، يعني ايزون غوسي لوغ دوز دو لا بروميير دوز تاعهم، عندهم 21 يوم. سي توت اون لوجيستيك، هنا لي زا ابلي البارح باسكو كنا قاعدين لوغ نيميرو التليفون، عيطنا لهم بالواحد قلنا لهم بلي سي لو جور دو فاكسيناسيون تاعكم، لازم تجيونا، يفو سو بريزونتي او نيفو لا سال دو سوان العافيه. لتستمر عملية استيراد اللقاحات والتطعيم بها، سواء ما تعلق بالجرعة الأولى أو الثانية عبر مختلف ولايات الوطن، خصوصاً وأنه لم تسجل أي أعراض جانبية لمتلقي الجرعة الأولى.